TWNFM 91.2. قصير يعني حصة تقريبا دوم ساعة ونصف. قبلها بذلك باش يكون فما تكريم، فما فيلم قصير فيه 13 دقيقة، تكريم للفقيد الثقافة صاحبة المسرحية الكبيرة رجاء بن عمار اللي كانت معنا حاضرة في الدورة الثانية كرئيس لجنة التحكيم. البارح عملنا بروجيكسيون تاع 8 فيلم اور كومبيتيسيون، قاموا يفوتيو عليه للبوبليك، عطيناهم ورقة فيها ال 8 فيلم فوتيو ولمينا الأوراق و طيب فرزنا معناها لي فوت وكل. 500 600 واحد البارح في قاعة السينما، الحضور كان معناها كبير برشا. الحمد لله معناها الكاونتي تاخذ السيت نتاعو معناها في الساحة الثقافية. واليوم في سينما دار باش نعرضوا 13 فيلم في الكومبيتيسيون تفكير، وإن شاء الله غدويكا الكلوتور في المونديال مع 6 نتاع العشية. شكونوا شوفوا شكون اللي باش يربح ميور فيلم، ديزيام ميور فيلم، ريزياتور اي تو، اكتور اكتريس. في اعتقادي انا معناها فما برشا اعمال مهمه، معناها على المعدل العام على 29 فيلم فما افلام جيده، فما افلام قادرة معناها تطور الأفلام تاعها. معدل الأفلام كان تقريبا ممتاز، معناها متوسط أكثر شوي من متوسط، معناها فما حاجات باهية في لي جونغ دي فيلم، كانوا تقريبا موظفين بصفة معناها ممتازة في الفيلم. الأكسسوار كيف البيرسوناج ممكن شوية ضاعت شوية، اللي الديالوج ما كانتش موظفة بالباهي.